شايف النادي الأهلي قادر إن هو يفوز بكأس العالم للأندية في المستقبل، الجيل ده من النادي الأهلي اللي حصل امبارح على الميدالية البرونزية؟ والله صراحة يا سارة، ده حلم مشروط، وده حاجة لازم بيحطها النادي وإدارته يعني في أحلامه أو طموحه المستقبلية. لما بنشوف احنا على مستوى التاريخ والأرقام ويعني الأندية الكبيرة، بتلاقي الأهلي المصري هو المرتبة الأولى وليس ريال مدريد أو أندية ثانية. أكيد احنا نتكلم على مستوى التاريخ وعدد الألقاب على المستوى المحلي أو على المستوى القاري، يعني ما ينقص الأهلي المصري أكيد هو كأس العالم. أكيد لماذا لا؟ يجب التخطيط لمدى بعيد، يجب يعني أنا أعتقد أنه الأهلي المصري في أمس الحاجة للاستفادة من كأس العالم وكذلك من التجربة الألمانية. هنتكلم بقى على ده أكتر وعلى الخبرات دي وعلى مباراة المريخ السوداني. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن أمين المسلم.